على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأمره الكريم في هذه الانطلاقة المتميزة لهذا المهرجان سنويا على تحفة ميادين السباقات. ينطلق إذن على بركة الله متابعينا مشاهدينا الأعزاء أول أشواط هذه الفترة الصباحية والمخصصة لسن الحولي والزمول لهجن أصحاب السمو والشيوخ من خلال هذا التنافس في هذا المهرجان وفي اليوم الجديد من أيام التحدي التي تعلن هذه الاندفاعة الأولى مع انطلاقة وبداية شروق شمس هذا اليوم المتجدد. شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظك الله يا أبا راشد على رعايتك الكريمة ودعمك المستمر لانطلاق التحدي والإثارة في كل وقت وفي كل زمان، وخاصة هنا في هذا المهرجان الكبير والذي يحمل دائما المنافسة والتحدي ويحمل دائما الإثارة حتى نهاية ممره ونهاية أيامه. على بركة الله بدأت الانطلاقة لأول الأشواط وهو الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل لمسافة 6 كيلومترات. أشواط السرعة والدفع التي تنطلق في هذه الفترة الصباحية والتي تحمل في هذه الانطلاقة 16 شوطا حاملة للمنافسة بهذه الشعارات العملاقة المتميزة التي تشارك دائما في كل المناسبات. نبدأ بالمقدمة، نذهب إلى الصدارة، نتابع أول الانطلاقات وسياسة تبدأ بالمركز الأول. سياسة من خلال هذه اللحظة لهجن الرئاسة وقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري انتقل للمركز الثاني ومستوى في المركز الثاني لهجن العاصفة وغياث الهلالي في التضمير وفي التدبير. انتقل للمركز الثالث لمتابعة التواجد شواهين مع هجن الشيحانية ومحمد بن خالد العطية الذي يقود هذا التحدي وهذه البداية، بينما المركز الرابع مذيار في المركز الرابع لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي في المثابرة وفي الانطلاق. تأتي على المركز الخامس الطيارة لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد الوهيبي يعلن تواجد الطيارة في هذا الشوط. المركز السادس اندفاع إلى السيلية لهجن الشيحانية وأيضا سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير، بينما المركز السابع في هذا الأداء المتميز وبرة هجن الرئاسة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، وثامنا هنا الدخول لهملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي يضمرها، وفي المركز التاسع تنطلق أمجاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في التضمير، وفي المركز العاشر هذه ثمينة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه الأسماء 10 أسماء أعلننا عن تواجدها في هذا الشوط الأول في هذه البداية الأولى مع الانطلاق الأول والتغييرات التي دارت على الصدارة وما حملته من منافسة في هذا الانطلاق القوي والمثير. شواهين والحوت يعلن التواجد على القمة من خلال هذه البداية. محمد بن خالد العطية ما شاء الله، هجن الشحارية الشعار الأدعم في انطلاق الشواهين من البداية الأولى في بحر الأصايل ينطلق حوت الأصالة مع هذه التحديات. المركز الثاني متواجد فيه
هنا مع هذا الشعار الممتاز، شعار هجن الرئاسة، سياسة وهي سياسة، راشد بن محمد بسم المنصوري مستحيل، المضمرين الذي يتواجد مع المركز الثاني، بينما على المركز الثالث الظافر قادم بقوة مع مذيار علي بن جميل بن سباح الويبي، وهناك أيضا الشعار الخطر شعار هجن الرئاسة يتزين مع هذه الفترة الصباحية وفي كل الفترات. المركز الرابع الطيارة السلاح الجوي، هنا لهجن الشيحانية بدأ ينطلق من خلال هذا المسار والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي السلام، بينما المركز الخامس وبرة في المركز الخامس لهجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري في هذه الانطلاقات أيضا في المركز الخامس، بينما سادسا تتواجد السيلية في المركز السادس هجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهملوله، تجد نفسها هنا في المركز السابع من خلال هذه البداية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي، ومستوى في المركز الثامن هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط الذي يحمل هنا مفارقات هذا الأداء الممتاز، 2 كيلو من خلال المسار من خلال هذه اللحظة البداية، 2 كيلو الحوت 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 يا سلام من خلال هذه البداية، الله 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 أداء متميز تنطلق فيه اندفاعة هذه اللحظات، هي الشواهين هجن الشيحانية تعلن انطلاقها ما شاء الله وتبارك الله، تقدم أداء رائع تتواجد دائما من خلال هذه البداية الأولى. المركز الثاني اندفاع سياسة في المركز الثاني مع هجن الرئاسة وراشد بن محمد بسم المنصوري، الطيارة حرك العملاق حرك العملاق السلاح الجوي ما شاء الله، والطيارة طارت الطيارة تحركت الطيارة في هذه اللحظات، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني من خلال هذه التغييرات، 1200 يا سلام يا سلام يا سلام مع هذه الانطلاقة القوية مع هذه البداية القوية، لا أوامر ولا تعليمات، الشواهين طارت من الصباح طارت من الصباح تفتش عن أرزاقها ما شاء الله وتبارك الله، الكيلو الأخير واندفاع قوي، شكرا يا حوت المضمرين، شكرا بو خالد أداء متميز انطلاق ما شاء الله من خلال هذه اللحظة، بعد في المسافة عن بقية المشاركين، احتلال المركز الأول، انفراد بالمركز الأول، انفراد بالناموس، تأكيد وجود هذه الأسماء المتميزة مع البداية الأولى، الله 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 يا سلام يا سلام، الطيارة تشكل خطرا في المركز الثاني مع هجن الشيحانية وأيضا سلطان بن محمد الوهيبي يا سلام، العملاق يتنافس مع هذه اللحظات الشعاري وذاته في هذه المنافسة الأولى في هذا الصباح المشرق المتميز، يا سلام يا سلام يا سلام، أداء متميز أداء رائع انطلاق قوي من خلال هذه البداية الأولى، الله 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 الله، سلام سلام إلى دوحة الخير والسلام، سلام إلى هذه الانطلاقة، سلام إلى هذا الشعار الأدعم المتميز، سلام إلى مالك هذا الشعار وداعم هذا الشعار المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الأداء المتميز، سلام يا الدوحة سلام يا الدوحة، شكرا يا الحوت شكرا يا الحوت، الشعار الأدعم دائما يتغنى ويتراقص مع كل التحديات من خلال هذه البداية، راس لستة كيلومترات ما شاء الله وتبارك الله، المركز الثاني الطيارة أيضا لهجن الشحانية هملولة، في المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع ثمينة، في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس سياسة لهجن الرئاسة. هذه إذن
الأسماء الخمس، منافسات الخمس، انطلاقات الخمس من خلال هذه اللحظة الجميلة، الأداء المتميز. نعود إلى التوقيت بعد أن استعد كل من يريد الاستعداد لانطلاق ثاني الأشواط من خلال هذه البداية التي تعلن اندفاع شوط جديد آخر، ولكن مع التوقيت نتابع التوقيت مع هذه البداية القوية مع هذه التحديات. هنا التوقيت 9 دقائق بلا شك حاضرة في هذا التنافس، وأيضا 5 دقائق بالوفع والتمام والكمال. تهانينا، 9 دقائق و5 ثواني جاهزة بالأداء والتميز. شكرا هجرة الشحانية، شكرا سلطان بن محمد الوهيبي، شكرا محمد بن خالد العطية المركز الثاني الطيار، أيضا لهجن الشحانية وأيضا سلطان بن محمد الوهيبي ب9 دقائق 7 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث هملولة أيضا اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس، تهانينا أيضا لمحمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام.